بلاستيكية في برنامج SolidWorks. هذه العبوة التي سوف نرسمها باستخدام تعليمات Surfaces و Loft. لإنشاء مستويات من Futures نختار Reference Geometry ثم Plane. من Reference First نختار Front Plane ثم Parallel ومسافة 44 مليمتر ليتم إنشاء مستوي موازي للمستوي الأمامي. نكرر العملية السابقة وننشئ مستويات متوازية وتبعد عن بعضها من 44 ل 55 و 48.4 ل 50.6 مليمتر. نختار المستوي Front Plane ونختار Sketch ونرسم شكل بيضوي Ellipse. مركزه مبدأ الأحداثيات ونحدد النقطتين على الأطراف مع المركز ونجعلها أفقية على استقامة واحدة Horizontal. ثم النقطتان المشكلتان للبعد الأصغر مع المركز شاقولية على استقامة واحدة Vertical. ونحدد الأبعاد 45.9 مليمتر و 82.5 مليمتر ثم Exit Sketch. نختار المستوي Plane 1 ونكرر العملية السابقة باختلاف الأبعاد فقط 61.6 مليمتر و 126.5 مليمتر. ونكرر العملية السابقة على باقي المستويات وبالتالي يتشكل لدينا المقاطع العرضية للعبوة.
من Surfaces نختار Lofted Surface ونختار المقاطع العرضية لوصلها مع بعضها، فيتشكل لدينا السطح الجانبي للعبوة. من Surface نختار Planar Surface ونحدد القاعدة ليتم تشكيل سطحها. لتشكيل العنق من Surface نختار Ruled Surface ونحدد Sweep، ومن Edge Selection نختار الحافة العلوية وضمن Distance Direction نختار المستوي Front Plane وارتفاع العنق 16.5 مليمتر. لربط السطحين مع بعضهم نختار Connect Surface ونحدد السطحين الجانبيين مع العنق. لتشكيل سطح لإغلاق العنق من Surface نختار Planar Surface ونحدد حافة العنق العلوية. لإعطاء سماكة للعبوة من Surface نختار Taken ونحدد الشكل المجسم ثم 1 مليمتر. فتتشكل لدينا العبوة المطلوبة ويمكن إضافة ألوان لها حسب المطلوب.